إذا عجبك الأكل خليني أسكب لك كمان. ها؟ لا يسلم، شبعت. في أكل كتير، يلا كل هدول كمان ابني. وأنت ليش ما أكلتي؟ ماني مجتهية أكل أي شيء، هديك المرة صدت لي نفسي. شفت كيف اتضايقت؟ كانت رح تطق لأنه سجلت البنت. وكل شوي عم تهز لبدنها، أنا ما عاد فيني أتحملها. ما فيني أقعد معها على نفس السفرة، بعدين باكل لحالي. أمي؟ إيه حبيبي؟ شو رأيك لو نجيب لهم هدايا؟ لكل العيلة، على رأس السنة، شو حلو؟ والله فكرة طبعاً ابني. خلص مروح أنا وياك سوا ومنشوف شو بدنا نجيب. يا أما بعطيك مصاري وأنت بتنقي الهدايا. لا راح أشتريهم من مصرياتي. وأنت بدك تقدمي لهم إياهم، ما بدي فاطمة تعرف إني أنا جبتهم. لأنه يمكن ما تقبل هديتي. طيب. وإذا نقصك مصاري إلي وأنا بعطيك، ماشي؟ ما راح ينقصني، أنا معي مصاري اطمني. ما راح أرجع أعرض عليك، تصطفل. يسلموا. كريم، فاطمة نبهتني ما خبر حدا، شان أهلها ما يخافوا ويتضايقوا. بس أنت لازم تعرف، في حدا إجا سأل عن فاطمة هون، عند المختار. والمختار قال إنها صبية حلوة. إجت لعنده الأسبوع الماضي وقالت له يعطيها عنوان بيتها لفاطمة. قالت له إنه رفيقتها وبدها تشوفها. المختار سألها عن اسمها بس ما قبلت تقله عليه ودغري راحت. فاطمة قالت لي ما عندها رفيقة ممكن تسأل عنها. بالأول أنا حسبتها خطيبته لسليم رشدان، بس هي إجت وبتعرف العنوان هون. قلقني الموضوع كتير، والبنت حسيتها خايفة. برأيك مين ممكن تكون هي؟ ما بعرف. لا تكون قرايبته لهداك الزلمة. فاطمة قالت لي إنه ماله أي قرايبين هون، بس بجوز تكون وحدة بتعرفها من بعيد، أو بجوز مرام نسيان العنوان وإجت تسأل المختار. ما بتعرف، يمكن بدها شي منا. ليش وقفت؟ كفي أكلك، خليني آخذهم على المطبخ لكان. صحة وهنا. اسلم. ما كنت حابة انزعلك مرأك، بس كان ضروري خبرك، يعني على القليلة تاخذ احتياطاتك. الو ابني، انت شو قصتك؟ ها صرعت راسي مشان ساوي لك وراك لتسافر من هون، وهلا لما استلمت الوراق ما عاد سمعتنا صوتك. ليه؟ ما عم بيصح لي دق. ايه حاجه حاجتك بقى، ليش لساتك هون؟ وين المفروض كون؟ لك اخي قل لي شو صار لحتى بطلت تسافر بعد ما كنت متحمس تروح. ما صار شيء. شو صار يا ابني؟ احكي لي، شو اللي خلاك تبطل تسافر؟ خلص ما عاد بدي روح، حكيت لعثمان بطلت وبس. طالما حكيت مع عثمان معناتها بتعرف كل شيء. شو قصدك؟ عثمان ما قال لك مين شوفيره الجديد؟ ما قال لي. حزير يا حباب مين صار شوفيره لعثمان بعد ما صار مدير بالشركة. قال لي مين؟ مصطفى، ما عرفته؟ مصطفى صار شوفيره لعثمان هلا. مانك مصدق، ما أنا كمان تفاجأت. بس هاي الحقيقة. الو. ايه انا سامعك. يمكن تكون عندك فكره ليش هو عم يتصرف هيك. شو بيعرفني؟ ما عاد تفهم شيء. انا خليني اسالك كم سؤال وانت فكر بالجواب على مهلك. انا ماني مستعجل على الاجابه. واحد، ليش عثمان قاتل حاله وبده يعرف وين ساكنين انتو؟ اثنين، ليش عثمان دائما بيسال عن فاطمه؟ قال لي ليش هو مهتم فيها كل هالقد؟ شو بده منها؟ ثلاثة، ليش عثمان حابب يسفرك وما بده تضل هون؟ ها؟ فكر لي بالأجوبة على مهلك. حتى الأوتيل اللي نزلته فيه أول ما أجيته على اسطنبول كان بيعرفك. كيف؟ لحقك لهنيك، سمعته هو عم يحكي عن فاطمة بعد ما رجع من عندك.
انت متاكد ان هذا الحكي ولا عم تتمسخر؟ والله انا حبيت نبهك وبس. عثمان متغير كتير، ما عاد عثمان تبع زمان، لو شفته ما بقى تعرفه. اسمع مني منيح ولا توثق فيه لعثمان ودير بالك منه يا كريم، خدها نصيحة مني. الله معك. الو، نشف ريقه، ما بقى طلع معه حكي. لنشوف هلا كريم شو بده يعمل فيه لعثمان. راح تشوف بكره كيف راح يكسروا رؤوس بعضهم ونخلص منهم بلحظه، واذا اضطرينا بنفوت مصطفى على الخط كمان. ومنوقعهم ببعض وبنخلص منهم. البنت أحلى بكتير من كل البنات اللي شفناهم على الشط. طبعا أحلى لأنه على طبيعتها مو مثل هدينك البنات. بتعرفوا لو أخذناها على اسطنبول وعملنا لها شوية تعديلات، مكياج على مينيكير على تسريحة شعر، بتصير مثل الممثلات.